بمناسبة ذكرى تقديس شرب المخلوف، أقيم في كنيسة مار شربل بعمان قداس إلهي ترأسه الأب جوزيف سويد راعي الكنيسة، وبحضور جمع من أبناء الرعية. وفي عدة القداس تحدث الأب سويد عن أوجاع الناس في الأرض المقدسة في ظل الأحداث الأمنية الجارية في المنطقة، داعياً المؤمنين إلى الصلاة على نية المتألمين من المؤمنين. أنتوا الأرباب، أنتوا قاضي، أنتوا كمان أنبياء، مثل ما دايماً بقلكن حراس الألفية الثالثة. الألفية الثالثة شغلة موصانا فيها الله. إذا منيجي مثلاً منقول سيدنا جلالة الملك وصي على أوقاف ومقدسات القدس وصاية هاشمية تاريخية إلى أبعاد حضارية ثقافية إنسانية، أنا بقول أكثر من هيك أخوتي. كل واحد منا بده يحط إيده بهالطبخة بهالورشة. أنتوا كمان مسؤولين، وانتبهوا شو عم أقول أخوتي، وربنا موكلكن وموصاكن بمملكته، بأرضه، بناسه، بشعبه، بكنيسته، بقضيته هو، وجعه هو. ما فينا نزد الحمل على شخص، لا، كل واحد منا هو هيدا الحدا إخوتي، ولازم نكون هالحدا اللي عن جد عنده ثقة بأنه اللي عم بيخوض المعركة حقا وفعلا هو الرب. معركة على البؤس والتعاسة والموت والشقاء وكل شيء اليوم منسميه هبج. نعم أخوتي، الرب يسأل عن قبطان، آيد، صياد، ماهر، ما بعرف إذا في بطرسيين، يوحناويين، اللي بدكن ياهم. مين يا ترى هو هيدا الشخص؟ مين رح يحمل القضية كلها عكتافه؟ مين رح يكون وكيل طيب عاقل غير أنا وأنتو وكل اللي عن جد في بعد بقلبن رحمة طيبة بعد نظر